لا يزال التوتر هو السائد في شمال إسرائيل في آخر تطورات، كما تابعنا في العواجل قبل قليل. أفاد مراسل العربية بإسقاط مسيرتين من أصل 4 دخلت الأجواء الإسرائيلية، واحدة منها أصابت قاعدة عسكرية إسرائيلية في الأغوار الشمالية. قبل ذلك وعلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية لم يكن فجر تل أبيب هادئا. قرابة الساعة 5 صباحا دوت انفجارات كبيرة شمال إسرائيل باتجاه الجليل الأعلى وجنوب وشمال حيفا، كما جاءت آخر المعلومات. فيما يقول حزب الله كما جاء أنه رد أولي على الضربات والتفجيرات الإسرائيلية الأخيرة التي أوقعت عددا من القتلى من بينهم قياديين بالحزب. نحو 150 صاروخا أطلق على شمال إسرائيل، معظمها من حزب الله، على مساحة أوسع وأعمق داخل إسرائيل. الهدف كان قواعد عسكرية ومجمعات صناعية تابعة للجيش، من بينها الهدف الأبرز قاعدة رامات دافيد الجوية الإسرائيلية. هذه القاعدة سبق أن وثقها حزب الله في تصوير سابق بطائرة بدون طيار شهر يوليو 2024. حزب الله أعلن استهداف القاعدة في القصف 3 مرات بصواريخ فادي 1 وفادي 2، رد دفع حركة حماس أن تشيد به وتصفه بأنه نوعي وسيساهم في منع إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.